الوضع داخل مركز العزل في مستشفى تراخن التعليمي يبدو مستقرا، وحالة الإيواء داخل المركز من المصابين بالفيروس محدودة، فيما يعاني المركز نقصا في مواد التشغيل ومستلزمات الوقاية. للأسف أن في ارتفاع في معدل الإصابات داخل بلدية تراغن، حيث شاهدنا الفترة الماضية في 10 أيام الماضية أكثر من 19 إصابة، وحاليا وجود 3 حالات داخل مركز العزل داخل مستشفى تراغن التعليمي. والحمد لله كانت فيه هناك بعض النواقص، لكن اليوم وصلت شحنة من المعدات الوقاية الشخصية، من جاونات، من بي وبعض المواد التنظيف والمطهرات، حيث تساعد في أو الاستمرار في مكافحة هذا الوباء. يقدم المجلس البلدي تراغن واجهات عامة وخاصة مستلزمات طبية ووقائية في محاولة لمساندة المركز ومعالجة العجز الحاصل فيه. تقديم بعض المساعدات لمركز العزل الخاص بمستشفى تراغن التعليمي من قبل المجلس البلدي تراغن، ولدعم اللوجستي للعاملين بهذا المركز، وتقديم لهم المساعدة والدعم المعنوي، وإن شاء الله موفقين في هذه المهمة نتاعهم، هذه المهمة الصعبة. أجرى المركز حتى الآن 500 مسحة لحالات الاشتباه، ما يقرب عن 95 منها موجبة، شفي أكثر من 65 حالة، فيما لا تمثل هذه الأرقام العدد الحقيقي للحالات التي تحتمل إصابتها نظرا لمحدودية مواد التشغيل، مناشدين وزارات الصحة إمدادهم بالإمكانات.